السلام عليكم متابعي ومشاهدي قناة علم الكل. في هذا الدرس سنتحدث حول كيفية إنشاء أو كيفية تصنيع مشروع إلكتروني ناجح بأرخص الأسعار وبجودة عالية جدا. قبل الولوج في صلب الموضوع، أقول لك صديقي، إذ كنت مهتم بمجال الإلكترونيات أو لديك فكرة إنشاء أو تصنيع مشروع إلكتروني، أنصحك بمشاهدة هذا الفيديو إلى نهايته لكي تستفيد من هذا الموضوع، وأنا متأكد أنك من خلال هذا الدرس ستجد حل لبعض الأسئلة التي قد تجول في ذهنك. إذا كما تشاهد صديقي، هذه القطعة الإلكترونية على شكل جهاز إنذار يتم تركيبه في أبواب ونوافذ المحلات التجارية أو في المراقب التجارية أو في الضيعات التي تتوفر على المواشي، ويتم ربطه، يعني ربط هذا الجهاز بجهاز الليزر، بحيث أنه إذا تم اختراق الليزر من قبل اللصوص سيرسل هذا الجهاز إشارة إلى صفارة الإنذار، وكذلك سيرسل لك أنت صديقي مكالمة هاتفية تخبرك بأنه تم اختراق المكان من طرف اللصوص. فكرة جيدة بالنسبة لهذا، يعني لهذه الأداة أو لهذه القطعة، لكن العيب الوحيد في هذا الجهاز أو في هذه القطعة الإلكترونية هو أن هذه المكونات الإلكترونية مركبة بشكل عشوائي، أي أنها غير مرتبة وغير منظمة بشكل جيد. لكن إذا ما نظرنا إلى هذه القطعة الإلكترونية الأخرى، سنجد بأن المكونات الإلكترونية الخاصة بها مركبة بشكل احترافي ومنظمة بشكل جيد، وكذلك هذه اللوحات الإلكترونية مصنوعة بشكل احترافي وبجودة عالية جدا. مباشرة بعد رؤية القطع الإلكترونية سنعرف بأن هذه القطعة قام بتصنيعها شخص يمتلك بعض المعدات البسيطة، ولكن هذه القطع قامت بتصنيعها شركة متخصصة في صناعة وتركيب اللوحات الإلكترونية المطبوعة. واليوم صديقي سأعرفك على شركة تقوم بتصنيع هذه اللوحات الإلكترونية المطبوعة بأثمنة رخيصة وبجودة عالية جدا. كما تشاهد صديقي، هذا هو موقع الشركة والمسمى بـ PCBWay.com. يمكنك زيارة هذا الموقع، من خلاله يمكنك أن تتعرف على المميزات والخدمات التي تقدمها هذه الشركة الرائعة. لكن نحن في هذا الدرس سنركز فقط على العرض الأول والعرض الثاني. بالنسبة للعرض الأول، هو أنه يمكن لشركة أن تصنع لك من قطعة إلى 10 قطع إلكترونية مطبوعة ب$5 فقط. هذا العرض هو رائع جدا، تخيل معي، 10 قطع إلكترونية مطبوعة ب$5 فقط. وأيضا يمكن للشركة أن تصنع لك 10 قطع إلكترونية مطبوعة زائد تجميع المكونات الإلكترونية الخاصة بهذه القطع فقط ب$88. تخيل معي صديقي، 10 قطع إلكترونية مطبوعة زائد تجميع القطع الإلكترونية بشكل احترافي كما شاهدتموه أصدقائي في القطع قبل قليل. هذان العرضان هما رائعان جدا أصدقائي. إذا كنت مهتم صديقي بمجال الإلكترونيات وأردت شراء أحد هذه الخدمات، يجب عليك أولا أن تقوم بالتسجيل في هذا الموقع بالضغط على sign in أو join، ثم بعد ذلك كما تشاهد هنا عند عملية التسجيل يهديك الموقع $5. هنا يمكنك كتابة الإيميل الخاص بك، هنا كلمة سر، ثم هنا إعادة كلمة سر، بعد ذلك نضغط على sign up. نقوم بالضغط على sign in أصدقائي، ثم بعد ذلك مباشرة تأتينا هذه الواجهة هنا كما تشاهدون. بالنسبة للخيار الأول وهو أونلاين كود، هذا الخيار يمكننا من اختيار الخدمة التي نريدها، عدد اللوحات الإلكترونية وإلى آخره من المعلومات. ثم في الخيار الثاني Upload Gear Profile، في هذا الخيار يطلب منا الموقع أن نرسل لهم نموذج أو تصميم القطع الإلكترونية التي نريدها، وكذلك هنا Order Review Payment Fabrication وإلى آخره من العمليات. نضغط أصدقائي على Online Quote بهذا الشكل، ثم تأتينا مباشرة هذه الواجهة. هنا في PCB Specification Selection نجد هذه الخيارات. بالنسبة للخيار الأول Board Type،
يعني نوع اللوحة الإلكترونية، هل هي single pieces panel by customer or panel by PCB way؟ في الخيار الأول single pieces أصدقائي هو على هذا الشكل الذي يظهر أمامكم في هذه الصورة. أما بالنسبة لبانل باي كاستمر أو بانل باي بي سي بي واي فهو على هذا الشكل الذي يظهر في هذه الصورة الثانية. ثم نأتي إلى الخيار الثاني وهو different design in panel ثم نأتي إلى OG يعني example ونجد هذه الأشكال الأخرى من اللوحات. يعني المهتمون بمجال الإلكترونيات والمختصون في مجال الإلكترونيات يعرفون جيدا ماذا تعني هذه الأشياء المتواجدة هنا. ثم نأتي إلى size single أصدقائي، هنا يطلب منا الموقع أن نقوم بإدخال يعني طول القطعة الإلكترونية التي نريدها. على سبيل المثال نختار 100 مليمتر، وفي العرض على سبيل المثال نختار 50 مليمتر. وهنا في quantity single هنا يطلب من الموقع أن نختار الكمية، يعني كمية اللوحات التي نريدها. على سبيل المثال إذا ما اخترنا 5، وهنا في layers يعني طبقات هذه القطعة الإلكترونية، هل هي بطبقة واحدة، 2 طبقات، 4، 6 إلى غير ذلك. ثم هنا في الماتريال ال FR4 وهذا هو النوع المتداول أكثر تداولا، أو النوع الثاني وهو الألمنيوم روجرز إلى آخره. ثم في هذه الخيارات الأخرى يعني يفضل ترك هذه الخيارات كما هي، وكذلك في سولدر ماسك هذه الألوان يعني ألوان اللوحات الإلكترونية وإلى غير ذلك من الخيارات. وهنا نضغط في هذا الخيار على يس. ثم بعد ذلك إذا ما وجدت يعني أردت أن تضيف خيارات أخرى يمكنك الضغط صديقي هنا في Additional Option ثم اختيار الأشياء التي تريدها. بعد ذلك إذا أردت أن تضيف شيء آخر غير متواجد من بين هذه الخيارات يمكنك كتابته في هذا الخيار. بعد ذلك مباشرة نضغط على Calculate، وهنا في هذا المكان انظر جيدا يقول لك أن 5 قطع إلكترونية بهذه المواصفات التي قمنا باختيارها فقط ب$5، أما الشيبين يعني مصاريف الشحن تصل إلى $33، فالمجموع $38. يعني بالنسبة لعملية الشحن فهي عن طريق شركة الدي اش ال، ويمكنك يعني تغيير هذه الشركة بالضغط هنا في هذا السهم. يمكنك اختيار فيديكس اكس الاي او او الفيديكس اكس فيديكس اي بي او الاي ام اس شينا بوست والى غير ذلك من الشركات. وعلى سبيل المثال نأتي إلى كونتيتي مرة أخرى ثم نختار هذه المرة 10 قطع. ستجدون بأن يعني الإجمالي إجمال المبلغ وهو $38، $5 و $33 من لعملية الشحن. يعني سواء قمت باختيار قطعة واحدة، 2، 3 إلى غاية 10 قطع فهي بنفس الثمن. من الأفضل اختيار 10 قطع مباشرة. بعد الإتمام من عملية اختيار القطع وتحديد هذه الأشياء تضغط مباشرة على Add to Cart بهذا الشكل. ثم مباشرة تأتينا هذه الواجهة وهي خاصة بفايل جيربر. بعد ذلك صديقي ستضغط هنا في Add جيربر فايل وستقوم باختيار ملف التصميم الذي قمت بإنشائه، ثم تضغط على Submit Order Now بهذا الشكل. ثم بعد ذلك تأتي هذه الواجهة هنا وتجد الثمن هنا في هذا المكان، وتبقى خطوة أخيرة وهي الضغط على Proceed to Check Out بهذا الشكل. وهنا كما تشاهدون أصدقائي بالنسبة لخيارات الدفع يمكنك الدفع من خلال PayPal، الويستر يونيون، كذلك بطاقة الفيزا وبطاقة الماستر كارد. كما شاهدت صديقي هذه هي طريقة يعني شراء خدمات تصنيع اللوحات الإلكترونية المطبوعة من هذا الموقع. إذا كنت تريد إنشاء مشروعك الإلكتروني أنصحك بهذه الشركة الرائعة والتي تقدم هذه الخدمات بأسعار رخيصة وبجودة تصنيع اللوحات الإلكترونية عالية جدا. وإذا كان لديك صديق مهتم بمجال الإلكترونيات شارك معه هذا الدرس لكي تعم الفائدة. أما الآن أقول لكم أننا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إذا أعجبكم واستفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا عمل لايك
والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس من أجل التوصل بكل جديد. وأيضا زوروا موقعنا الإلكتروني www.ilmalkul.com للمزيد من الدروس والأخبار. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء وإلى درس قادم إن شاء الله.